ومن الليل فاسجد له. له لمين؟ الذي لا ينام. تصور كده لما تكون نايم وتصحى من النوم وتتوضى وتصلي لربنا، تذكر قول الله عز وجل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إذن الوقت ده في هناك ناس غيرك برضك بيصلوا، وناس غيرك بيسجدوا. احنا بنعبد ربنا، بنسأله، بنطيعه، بنصليله، فلابد ان احنا نجعل خصوصية في بعض الاوقات نقابل فيها ربنا، نناجي فيها ربنا. كل واحد عنده مجموعة من المطالب والأدعية، أليس كذلك؟ ولا احنا كده خلاص مستغنين؟ كان بعض السلف إذا قال لطلابه سلوني، مش حد يسأله، يقول الحمد لله الذي جعلكم علماء. ما خلاص بقى، طالما بتسألوش يبقى أنتوا علماء. من صفة العبد أنه دائم الاحتياج إلى سيده. كل واحد فينا إما تعبان، إما فقير، إما ابن مايل، إما امرأته مايلة، إما هو ذات نفسه مايل، إما هو فقير، إما مش لاقي شغل، إما مش لاقي عروسة، يعني كل واحد فينا يا أخوانا ربنا موزع البلاء على الناس. كما وزع عليهم الأرزاق وزع عليهم البلاء. كل واحد لابد أن يأخذ حظه من البلاء. لو جبت كل واحد كده قلت له أنت مبتلى بإيه؟ عارف نفسه، يقول أعظم بلية هي نفسي. طب غيره؟ خلاص أنت مبتلى بنفسك دي عرفناها. غيره هتلاقي واحد نفسه يقعد المستشفى ويجيب فيها كل الأجهزة علشان يجي المريض من بابه، تحاليل عنده، أشعات عنده، حتى الرجلين والعينين والودان كل حاجة موجودة عنده مقاولة، نفسه في كده. واحد تاني مدرس نفسه ان هو يدي الساعة ب200 جنيه، نفسه ويدي كل يوم بس 5 ساعات، راجل قنوع 5 ساعات في اليوم بس ب1000 جنيه نفسه. واحد تاني نفسه زوجة هيفاء وكذا واحد تاني واحدة نفسها في كذا واحد، يعني سبحان الله الملك، هذا الملك العظيم الكبير. ما من إنسان كان مسلما أو كافرا أو عاصيا أو تائبا إلا وله حاجات. يا ترى هذه الحاجات تطلب من من؟ من رب الأرض والسماوات. قال تعالى يا أيها الناس، شوف النداء الجميل، يا أيها الناس، ما قالش يا أيها الذين آمنوا، ولكن قال يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نسأل ربنا عز وجل، طب يا ترى من الأوقات الفاضلة اللي نسأل فيها ربنا إيه؟ اللي هو إيه الأوقات الفاضلة؟ من أعظم هذه الأوقات الليل، اللي عاوز حاجة عليه بالليل. فدعاء الليل يتردد إلى السماء، دعاء الليل يتردد إلى السماء. ومن الليل فاسجد له. السجود دلالة على الصلاة، ليس المقصود ان انت طول الليل اول ما تصحى من النوم تقوم ساجد لغاية لما أذن الفجر، ولكن السجود من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، الجزء وإرادة الكل. فقد يطلق على الركعة، الركعة بنسميها ركعة، وهي ماذا؟ بنقول ركعة. نسبة إلى ماذا؟ إلى الركوع بنسميها ركعة. كذلك السجود هي أيضا الصلاة. فالصلاة يجوز أن يطلق فيها الجزء ويراد بها الكل.
ومن الليل فاسجد، أي صلي له. طب ولماذا خص السجود؟ ما كان ممكن يقول ومن الليل فصلي له. ليه؟ لأن السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فرصة ربنا عز وجل في جوف الليل ينادي: ألا من داع، ألا من داع فأستجيب له، ألا من تائب فأتوب عليه، ألا من سائل فأعطيه. ربنا بينادي. فلما تيجي تسأل ربنا تسأله وانت عبد ذليل منكسر، طب أعلى درجة الانكسار والذل يا ترى وانت واقف، ولا وانت راكع، ولا وانت ساجد؟ وانت ساجد، وانت ساجد. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الذنوب، وأن يتوب علينا لنتوب، أن يرفع لنا الدرجات، وأن يتجاوز عن الزلات، وأن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فإنه سبحانه وتعالى رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.